شو بدك تساوي؟ لك شو بدك تساوي؟ انت اخراس؟ شو رايك تفكني؟ بعطيك قد ما بدك ذهب ومصاري. فكني 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 وخذ ذهب ومصاري. ايه مصاري كثير كثير. عفارب عليك، هلا رح روح جيب لك المصاري. هذا هو بشار. اه يا واطي اتركه اخي اتركه، خليه يتعذب، لا تريحه. هذا هو غريمنا وغريمكم يا عقيل. شو بدي لك بشومان؟ مور عقيد، بدي منك تاخد عبود توصله على ضيعته بمعيتك. لعيونك عقيد، ودر لي بالك عليه منيح الله يرضى عليك. بقلبي بعيوني ان شاء الله. هذا الولد الفضل على راسنا، اخذ بيتار المرحوم، بتمرن عند خاله ابو محسن متوصي فيه، وبتقول له بس نخلص من السيره انا بروح برجعه. انا ما عاد استغني عنه هذا الولد، طلع شهمه وبضاي. وين بيكون هلا؟ بيكون متخبي جوا بشير. أهلين عمي خير. بدي أسألك عن واحد اسمه حمدي عياش. هذا الله يرحمه عطاك عمره من زمان خير، شو بدك منه؟ هذا يا سيدي كان متجوز وحدة اسمها فريدة لما كان باسطنبول، وعندها ابن اسمه تحسين. بتعرف شي عنهم؟ شبهن عمي. هاي الحرمة بتكون حرمتي، وتحسين ابني. تركت هون وسافرت على الأرجنتين، ولما رجعت سألت عنهم، قالوا لي انه تجوزت واحد اسمه حمدي عياش من الشام بحارة عياش. شو هالحكي؟ يعني تحسين ابنك؟ ايه والله ابني، ابني بتعرفه شي؟ عوض بسلامتك عمي. شو يعني؟ ابنك تحسين اعطاك امره. ابني مات؟ تفضلوا. يلا يلا. شاهر برا بده يشوفك ومعه رجال. خليه يفوت. فوت يا ابني. يلا يلا. مرحبا مرت عمي. اهلين يا ابني. انا من زمان بدي اياك تمرق لعندي، لاني عاوزتك ضروري. في سر قديم بدي احكي لك اياه، كنت مخبيته عنكم. بدي بري زنتي قبل ما اموت. مو وقتها هلا مرت عمي، مو وقتها.
في معي ضيف بده يشوفك. مين؟ تفضل عمي تفضل. شلونك يا فريد؟ جميل؟ ايه جميل. لك شو جاي تساوي هون؟ الله لا يسامح. انا ولا انت؟ لا انت. في حدا بيترك حرمته وحدانية وعنده طفل بيروح بيسافر وما بيعود بيرجع؟ يا ظالم. المهم تحسين ابن مين يا فريدة؟ ابنك. ليش عم تقولي ابنه لحمدي عياش؟ هيك اتفقنا أنا وحمدي الله يرحمه، لأنه حمدي ما كان يجيبه وشان يرفع راسه قدام أهله وأهل حارته. قلنا أنه تحسين ابنه. قتلتي ابنك يا فريدة؟ شو؟ ابنك انقتل وانتي السبب. الله لا يوفقك، الله لا يسامحك. قتلت ابني. انت حسين؟ انت حسين؟ شو بك يا انت حسين؟ ردي علي يا انت حسين. مين كان يصدق انه تحسين يطلع من بيت عياش؟ والله يا جماعه فعيله كانت الدنيا عليه، لانه بيت عياش بحياته ما طلعت منه لا الناقصه ولا الزاحله. دغلك ابوه لما دري انه انقتل، شو عمل؟ ايش بده يساوي؟ اخذوه وقبروا، ولما راح لعند امه عاتبوه وياها، ولما دريت انه ابنه مات وقف قلبه وماتت. يا حرام يا حرام جلد عن عظمه، لكان تروح تجيب ولد هيك شو ما كان وتقول انه هذا عبد العياش. خاف ربك يا ابو فخري، خاف ربك. شباك المخلوقه صارت بدار الحق. يا جماعه الميت ما بيجوز عليه غير الرحمه، الله يرحمه. رحمه الله. الله يرحمه. وسمعت انه المخلوقه تابت لربها وقضت اخر فتره من حياتها بالصلاه والاستغفار. وابو لتحسين ما اشتكى؟ على مين بده يشتكي اذا ابنه اربع قتله برقبته؟ هي غير عمايله الثانيه اللي ما بتنحكى، يحتك حريشه. الله يصبره. ايه والله، بعدين الزلمه طلع ابن حلال كثير، قال اذا ابني قاتل اربعه بيكون اخذ جزاته، واذا ماله قاتل رب العالمين بياخذ له حقه وعمل حاله راح. الله يرحمه. والله يا جماعه انقلبت قلب اخر ايامه. انسانه ما كان يمل ولا يكل من الاستغفار والتسبيح. الله يرحمه. والله الواحد شو بيزرع بيحصد. يا مسميحه ما في اخبار من اهلك ولو شي مكتوب؟ لا والله يا خالتي، اخر مكتوب اجانا من شي 3 شهور. الغير يزرعها، الله يجيبهم بالسلام. طيب وجوزك وعمك ما دريتوا شي عنهم؟ بلى، من يومين ثلاثه اجانا خبر انهم بخير الحمد لله، بس يمكن ينفوهم على بلاد تركيا، يمكن نروح معهم. قولي على قامتي، شو اخذ كل هديك البلاد؟ والله يا خالتي الشغله مو بايدنا، هي صاروا نافين اكثر من 100 عيله على هديك البلاد. ايه الله يصلحه لعمك، ايش بده بهالشغلات هي؟ والله يا خالتي عمي ما ساوى شيء، بس كانوا يجوا لعنده رفقاته وياكلوا لهم لقمه ويحملوا حالهم ويروحوا، وتاريهم عاملين جمعيات وعم يشتغلوا ضد الدوله. هدول ايش نقوه؟ ايه والله، الله يرحمهم. نيالهم على هالموته، هدول شو هدايا ام لطفي؟ الله يرحمهم. والله انا بدي اروح اعمل لهم لابو لطفي ولطفي شويه اكل، بيكونوا اجوا هلا. يلا بالاذن. يا مرويدة شلون حاسه حالك؟ ما في شيء عم تطمني. يعني إذا حاسة بشوية طلق قولي لي، ضل عندكم ها؟ لا أيوة خالتي، أنا قاعدة عندهم، بعدين أم نوري موجودة، أم نوري داية شاطرة. لا تضربينا بحجارك سميحة خانم. لا أيوة والله مو قصدي. يا ميت أهلا وسهلا بكل أهل حارة الكون، والله محلي الجميع. محلي يا محلي. الحمد لله اللي الله ظهر الحق ورجعت المحبة والمودة بين الحارتين. الحمد لله. بعد شو يا سيدنا؟ بعد شو؟ بعد ما خسرنا 2 من أرجل زلمنا عقيدة ما بينصفت فيهم؟ اي والله يا ابو زهدي صدقت، اب ادهم وابقى عود ما بيتعوضوا يا رجال. بس هالخاين الله انتقم منه احسن انتقام. وبشر القاتل بالقتل. وهلا يا جماعه لازم ننسى اللي صار ونحط ايدينا بايدين بعض منشان يرجعوا الحارتين مثل ما كانوا اهل وحبايب. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. صدق الله. الرب أمرنا بالمحبة يا أخوان. إيه سيدي، هاي مفاتيح بيت المرحوم أبو أدهم، جبتن من حرمته مشان طالعوا سلاحه وتسلموه للعقيد أبو فهد. لا عقيد، خليهن معك ورجعهن لحرمة المرحوم. لا يا أبو فهد،
ايش هيك عم تحكي؟ ليكون قلبك لسه ما صفي من ناحيتنا يا عقيد. لا اعوذ بالله، مو هذا القصد، بس سلاح عياش لازم يضل بمضافة المرحوم. بكره بس يكبر ابنه باذن الله بصير عقيد وبيستلمه. يا سيدي من هون ليكبر فرج ورحمه. هدول صاروا من حقك يا ابو فهد. يحرموا علي طالما من مضافة المرحوم مثل ما حرموا علي خياتي. اصيل يا ابني اصيل، يا هيك رجال يا بلا. المرحوم عياش ما خلف غير رجال وابضايات. ايه والله صحيح. ايه على راحتك مثل ما بدك. وهلا يا جماعه لازم نجمع ابضايات الحارتين مشان نصفي القلوب. والله يا ابو فتحي نحن بدنا نجمعهم بس مو هلا. لكان امتى؟ اللي يرجعوا جماعتنا من الحج ابو وضاح وابو عبده. هيك معك حق. عمي ابو لطفي، رشدي ابن ابو عبده عم يقول انه هاشم افندي وابنه طلعوا من الحبس. الحمد لله الله يبشرك بالخير. امتى طلع؟ عم يقولوا انه وصلوا على بيتهم. معناته لازم نروح لعنده نسلم عليه هون ونهنيه بالسلامه. ليش خالتي؟ الله يوفقها. هلا بحكي لك بس لشوف مين على الباب. مين مين؟ انا رشدي بنت عمتي. انا رشدي. اهلين رشدي، اختك ولدت الحمد لله. عن حقها؟ وشو جابت؟ جابت صبي. معناتها انت في إلك عند مني بشاره وانا في إلي عندك بشاره. بشاره شو؟ جوزك طلع من الحبس هو وابوه. عن حق عم تحكي؟ ايه والله. يلا خاطرك. طيب شوفي خالتي. خيره يا خالتي، جوزي طلع هو وابوه من الحبس. زين الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. انا رح روح البس مشان روح سلم عليهم. يلا اهلين وسهلين. حلت البركه الحمد لله سلامتك يا اهلين وسهلين. برومان اهلا وسهلا. تفضل اهلين ابو صلاح. يا اهلين وسهلين. يا سلام اهلين وسهلين. خلي لي اياك. تفضل الحمد لله على السلامه. اهلين وسهلين. تفضل يا اهلين ابو رضا. اهلين وسهلين. خلي لي اياكم. تفضلوا. هلا كلياتنا بدنا نروح على تركيا. ايه كلنا. وامتى؟ يعني إن شاء الله لازم بكرة الصبح نكون كلياتنا متيسرين. طيب وأهلنا وحارتنا والشام؟ والله ما بعرف عيش برات الشام. شو بدنا نعمل يعني؟ هي إرادة رب العالمين. طب ليش أنتوا شو عاملين؟ شلون يعني شو عاملين؟ كل القصة وما فيها أنه أنا وأبي صحبة مع كم واحد من أعضاء الجمعيات، يعني هدول يلي انشنق كم واحد منهم. طب وأهلي وأخي اللي راحوا ما حدا بيعرف وين أراضي؟ سميحة أنا ما بجبرك إنك أنتي تروحي معنا. إذا أنتي حابة تضلي هون مع أهلك خليكي. لا أنا راح أروح معكم. أمو أم لطفي بعتت الداية ديبة وعزمتني أنا وإخواتك على سفرة الخلاص، لأنه كناين أم وضاح التنتين خلفوا اليوم وجابوا صبيان. شو الحكي؟ إيه والله يا مو. مسكين يا وضاح، ماشي حالي وماشي، بس تخلصوا تمرقوا لعند بيتها بخيره لأنه جماعة بكرة مسافرين. إيه لكن يو بدنا نروح. شلون لكان؟ الله ييسر لهم. يبعت لي حمى على الحظ اللي إلك يا أمي. يا مو احكي مع الشيخ نزير وكبارية الحارة، بركي يعني بيحكوا هيك مع أبو خيره، بركي دم بيعطينا سعاد. نكتب كتابك الليلة ومنجوزكم. لا يا مو لا، ايش وهيك الشغلة خبط لزق يعني؟ الجماعة مسافرين والله العالم امتى بيرجعوا. بعدين مين بيعرف لك أمي؟ يا بيرجعوا يا ما بيرجعوا. يا مو الجماعة هلأ ما لهم فاضيين لهيك مسائل. بعدين لو فرضنا أنه خطبناها للبنت وكتبنا الكتاب، امتى بدنا نعمل العرس يعني؟ الليلة. يا مو انت شو عم تحكي؟ الأصول أصول وأب خيره زلمة بحب الأصول، هذا الكلام ما نوارد بنوب أمي. بعدين الناس بتلومنا. أمرك مثل ما بدك. وما زالكم مشغولين اليوم، أنا رح ببعت أخي عمار يودي بنات المرحوم لعند أمه نخطي، خليها تشوفهم المخلوقة، وانتو بس ترجعوا بعد الظهر بتجيبهم معكم. الله ييسر لك. Thank you.
سامحني عقيد، انا ظلمتك كثير. ولا يهمك عمي بخيرو، انت بتمون على رقبتي. وهي مفاتيح البيت، دير بالك عليه. بعيوني، بيتك اعتبره بالحفظ والصون. يلا السلام عليكم. بدنا نروح انا وبشومان معكم على المحطه. لا ما في داعي تعذبوا حالكم، مو مشكله. والله لو بيطلع بايدنا نروح معكم على تركيا ما بنقصر. الله يخلي لي اياكم. يلا دعونا. بالسلامه يا خير. يلا بشومان، مع السلامه. بنصل بالسلامه ان شاء الله. دير لي بالك على الفراز علي. بعيوني يا ابو هاشم، انتبه على حالك. وانت كمان دير بالك. يلا بخاطرك. مع السلامة. ضيعتوا هالحارة وضيعتوا هالسيف.